وسط ترقب محلي ودولي، تنطلق الثلاثاء القادم انتخابات الكونغرس النصفية، والتي تكون بمثابة استفتاء على ولاية الرئيس جو بايدن وبروفا مصغرة للانتخابات الرئاسية في 2024 وفقا لما يراه محللون. وستفتح لجان الاقتراع أبوابها لانتخاب أعضاء مجلس النواب 435 وثلث أعضاء مجلس الشيوخ 35 نائبا من أصل 100 نائب. ولا يحتاج الجمهوريون إلا للفوز بستة مقاعد إضافية في مجلس النواب وبمقعد إضافي في مجلس الشيوخ ليحظوا بأغلبية الكونغرس، في الوقت الذي يرى فيه مراقبون أن لتلك الانتخابات تأثيرات كبيرة في مسار السلطة الأمريكية وقراراتها المستقبلية. وبالتالي فإن الديمقراطيين يكثفون من جهودهم للحفاظ على سيطرتهم على مجلس النواب والظفر بالغالبية في مجلس الشيوخ من أجل تمرير قوانين ومشاريع الرئيس بايدن ودعم سياساته. في المقابل يسعى الجمهوريون إلى عرقلة هذا الأمر. الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال تجمع للحزب الديمقراطي قال إن انتخابات منتصف الولاية ستكون لحظة فارقة في مصير الديمقراطية في الولايات المتحدة، وأشدد على أن هذه الانتخابات تشكل لحظة فارقة للأمة التي وفقا لحد وصفه يجب أن تتحدث جميعها بصوت واحد. هذا وينتمي الرئيس بايدن للحزب الديمقراطي الذي يسيطر حاليا على مجلسي الكونغرس، ورغم أنها أغلبية طفيفة إلا أنها مكنت بايدن من إنجاز ملفات هامة وحاسمة. يذكر أن انتخابات التجديد النصفي تعقد كل عامين وتسمى بالانتخابات النصفية لأنها تأتي في منتصف فترة ولاية الرئيس التي تمتد لأربع سنوات. حنين الحلو، تلفزيون فلسطين.